أبلغ الصلاة. وأخوة يوسف أيضا جاءوا لأبيهم، هو استغفر لهم ولم يأتوا إلى ربهم مباشرة. فأنتم ناس مخلوط عليكم، يعني مختلط عليكم الأمور. كتب السيرة لأهل البيت المختصرة، سيرة الأئمة، مهدي البيشوائي، سيرة الأئمة. هل الترحم يعتبر توثيق؟ بصفة عامة ما أعتقد يعتبر توثيق، عند البعض نعم يعتبرونه توثيق. شيخنا كنت في إيران في التسعينات زمان الانتفاضة، لا أعزل، كنت في المعتقل، لو كنت موجود لكنت، فاتتني بعد راحت. تعرف شروح لكتاب المنطق على الإنترنت؟